شقة شطارة، شقة شطارة أصدقاء وأحباء وعائلة. الكتاب عبارة عن لوحات مطرزة من أزهار فلسطين في الربيع، وهي من تصاميم امرأة عمي ماري جبجي تماري. وجمالها وأهميتها بالتصميم، لأنه كل العالم بيصمموا أزهار والناس مهتمة بالأزهار، إنه هاي كانت كنا نروح شطحات وإحنا صغار بالخمسينيات وأواخر الخمسينيات، ولما ترجع مرت عمي تبدأ تطرز وتصمم هاي اللوحات اللي كانت بالأرض تحطهم على القماش. بس هو عبارة كمان، أنا قررت أو أنا أخذت تصور للكتاب إنه هو تعبير عن الهوية الفلسطينية، فمش بس تصاميم اللوحات، مش بس تطريز، كتبت مقدمة عن ذكريات وتوثيق للشطحات اللي كنا نروح عليها طريق رام الله ونابلس، وحطيت مقتطفات من القصائد والنصوص الأدبية اللي بتذكر الأزهار بفلسطين لكتاب فلسطينيين مثل جبرة إبراهيم جبرة، أبو سلمة، فدوى طقان، محمود درويش. يرتقي برؤية فنية للأزهار بشكل أعمال يدوية حرفية، لوحات التطريز 16 لوحة، 16 زهرة، وتحولات في الطبيعة اللي بتخلق هذه الزهور في الربيع والفصول الأخرى. هو تعلق في طبيعة آخذة في الزوال بسبب التطور السريع في العمران ونهب الأراضي ومصادرات الأراضي، فهذا الجانب من الطبيعة أصبح يضيق به المكان، فهو محاولة لاستحواذ ما تبقى من هذه الطبيعة في أشكال لوحات مطرزة.